تروح مثلا، بتروح عايز حفل استحلال، ده كده بيكونتين اس صح؟ ماشي؟ كده قلنا بيكونتين ايه؟ بيكونتين اس صح؟ لو انا جيت قلت له عن دي كده وقلت له 2 يبقى من اللي قبله 2؟ من اللي قبله عايز ايه؟ 2 ديجيتس، يعني عايز 2 اس. يعني لو جيت عملت كده، عملت سيرش، تويتر كان في حد او في 2 اس، كنت 2 اس ايه؟ لا مفيش، في اللاست نيم كان فيه، في ال نيم بتاعي اللي هو انور حسين اس اس. اه بالظبط صح، كان في اللاست نيم اس اس جت، خدت بالك؟ هنا بقى بقيت بقول له، انا بقول له عايز يكون في 2 اس من اللي قبله، انا ما حددتش ايه اللي قبله، هو بقى بيشتغل بقى، انت جربتها المره دي مع الاس تمام؟ ممكن يكونوا متفرقين، ما عنديش مشكله، او على حسب اللي قدامه ايه، اللي قبليه ايه، يعني الاكسبريشن اللي قبليه ايه، يعني مثلا انا بقول له الاكسبريشن اللي قبليه، احنا مثلا قايلين له احنا عارفين الرينج صح؟ لو جيت قلت له ايه؟ داش جي وقفلت، ايه بقى معناها كده؟ اسف كده فاصل دي صح؟ بقى معناها هي بتاثر اللي قبليها، يعني هو عايز اي حاجه من ال جي بس تكون ايه؟ تكون مرتين، ده بقى المعنى بقى كده، فانتوا ما تحشروش دماغكم في الاكزامبل، انتوا بتعملوا اكزامبل عشان توضحوا الفكره بتاعت حاجه واحده، فجاب لنا المره دي نتيجه مختلفه. محمد جه عشان ايه ايه؟ صح؟ محمد التاني جه نفس الفكره، مصطفى جه عشان ايه وايه؟ غدا جت ايه وايه؟ عبد الحميد جه ايه وايه؟ صح؟ فهمت الفكره؟ فهو على حسب اللي قبله ايه؟ طيب لو انا جيت قلت له كده 3 تمام؟ جاب لي مين؟ جاب مصطفى وغدا وعبد الحميد صح؟ محمد استبعد، محمد استبعدناه ليه بقى؟ تعال نشوف A و B و C و D و E و F و G، انا عندك 7 حروف صح؟ انا عندك مصطفى، في عندك A مرتين، B والF صح؟ في عندك 3، طب غير ده في عندك هم 3، عندك 4 كمان صح؟ وعبد الحميد نفس الكلام، عندك هم اخر 3 اصلا موجودين. طب لو قلت له كده اهو، ممكن اقول له من 3 او 2 كوما 3 كده، انا ايه؟ قفلت الموضوع تمام؟ خليتها من 2 ل 3، من 2 ل 3، وممكن اعمل كده، دول بس العلامات بتاعتنا، او ممكن اقول له كده 2 كوما وما حددش، يعني 2 وانت طالع تمام؟ 2 واكتر، 2 في اكتر من ال جي، 2 في اكتر من الجي، كده معناها كده. فانت كده بقى تعرف ان انت معاك الاخ العلامات دي هي اللي ما بينهم الكوما، ودي بنحدد فيها رقم من اللي قبله، رقم من اللي ايه؟ من اللي قبله، وبناء عليه بقول اللي قبله يا اما في منه 2 يا اما في منه 3 يا اما في منه 5، او في منه من 3 ل 5، او في منه 5 وانت طالع. فهمتوها كده؟ دي الاقواس الثانيه، يبقى دي النوع الثاني من الاقواس. كده تبقى لنا الاقواس اللي هي المدوره تمام؟ ماشي. الاقواس بقى المدوره اللي هي واخده الكوز ده تمام؟ احنا شرحناها ولا ما شرحناهاش؟ مش موجوده يعني، نسيوها. ماشي، نسيوها، هناخد احنا عليها اكزامبل، هي بسيطه جدا، اللي هي الاقواس اللي هي المدوره عادي دي. لما اجي اقول له لو جيت عملت كده وقلت له مثلا هنا ايه؟ غدا مثلا تمام؟ في
فور اكزامبل عشان اوريكم بس الفرق ما بينها وما بين الاقواس الثانيه. الاقواس الثانيه كانت بتعمل ايه؟ هنا جاب لي غدا بس. الاقواس اللي هي الثانيه بتاعت المربعه كان جايبها بالجي او الاتش او الاي او الدي، صح؟ خد بالك من الفرق. الاقواس اللي هي المربعه دي كانت بتجيب لك حرف من اللي جوه، لكن دي لا بتماتش، بتماتش النص يعني از ات از يعني. فاهمني ازاي؟ انا بقول له دور على غدا فهو بيدور على غدا. انتهى الكلام، مفيش غيرها، ما بيجيبش بقى حرف الجي بيدور على ان هي تكون في وسط كلمه، لا. هو بيدور على حاجه معينه، نعم؟ يعني يعني تقصد لو النص، لو النص كده مش كامل غا مثلا، ماشي مش فارق، ما يعني ما تبقاش كده. تمام؟ هو بالنسبة له بيدور على جي اتش اي، لقاها جاب. لقاها جاب، غير كده ما مش هيجيب. تمام؟ ايوه عادي لو جي. لو جي ما فيهاش مشكلة. تمام؟ طيب أنا بس كنت عايز أوضح إن إحنا لو كنا كتبنا غادة وإحنا عاملين الأقواس التانية دي، كان الوضع هيبقى مختلف كليا. النتيجة هتبقى مختلفة كليا. لان هنا بيدور على اي جي او اي او دي او اتش يطلع نتيجه، فاهمني؟ اي واحد من دول تطلع نتيجه على طول، فالوضع هنا مختلف. ايه طب الرموز اللي بتستخدم مع الاقواس؟ احنا عرفنا الاقواس دي بتستخدم معاها اللي هي، عرفنا الداش وعرفنا علامه الاس دي وعرفنا الكارت دي وعرفنا شويه عدد، وفي الكسور الثاني عرفنا الكوما اللي موجود، صح؟ ده بيستخدم معاه علامه الايه؟ الفيرتيكال بار، اللي هو المدور ده بيستخدم معاه الفيرتيكال بار اللي هو كده. تمام؟ ان انا اجي اقول مثلا كده اهو، وبقى معناها اور، بقى معناها ايه؟ اور. فلما قلت غاده وداش سامي بقت معناها هات عايز غاده او سامي، بقى معناها كده. فهمتوها؟ بقى معناها غادة أو سامي، وبناء عليه إحنا بنبدأ إيه؟ نشتغل. طبعًا أنا ممكن عشان أوضح القضية دي على الآخر بتاعت الريبل إكسبريشن، ومش هفتحها تاني، وأنا آسف إن أنا فتحت موضوع الريبل إكسبريشن ده. بس هو طبعًا قوي جدًا في السيرش، أنت لو اتعمقت فيه هتقدر تعمل ساعات، عارف يعني السيرش مش مشكلته إنك تعمل سيرش بسيط. احنا ساعات بيبقى مشكلتها كلها ان في سيرش بتاعت حاجه معينه بعينها وبندور وراها لغايه لما نجيبها، فبتبقى العمليه ساعات بتبقى حتى سيرش فين؟ ادور فين؟ ابقى عرفت بس كده الطريق وعرفت الرموز وبعد كده اما الاقي مشكلتي هدور واوصل ان شاء الله، فاهمني؟ ايه القضيه؟ ف لو انا مثلا جيت عملت كده، اخد مثلا الاكزامبل ده، انا عرفت كده تقريبا اغلب الرموز والعلامات بتاعتها يعني. لو جيت قلت انا مثلا عايز اعرض الاف نيم والال نيم بتوع مثلا الطالب، ماشي؟ عشان نوضح فكره الريجول اكسبريشن بشكل اقوى هستخدم جمله اف، ماشي؟ انا اقول له اف ان مثلا الريجول اكسبريشن، واعمل اي ريجول اكسبريشن انا عايزه، مثلا هقول له الاف نيم، ماشي؟ ريج اكسبت واديله اي ريجولار اكسبريشن، ماشي؟ مثلا هديله هات الاكسبريشن، ماشي؟ ماشي؟ فطبعا الاف ان الاف نيم ريجولار اكسبريشن غاده او سام، طبعا دي مفترض دي جمله اف، يعني الريجولار اكسبريشن هيريترن ليا يا ترو يا ايه؟ يا ترو يا فولس، يا اي لا. تمام؟ اعمل كوما وهتكتب لو كانت ترو هتكتب ماتش، ماشي؟ لو كانت فولس هكتب نوت ماتش. اتمنى ان المثال ده يوضح لكم الفكره دي بما فيه كفايه، لان حاسس ان انتم مش قادرين تفهموها كماتشنج، فانا هشيلها كده. ادي الاف بتاعتي طبعا جمله مفهومه ولا ايه؟ مش محتاجه يعني شرح، اي حد يبص لها مفهومه يعني. فلو جيت انا عملت كده، تعالى بص بقى معايا يا رب توصل لكم الفكره بقى. هنا قال لي سامي
عشان سامي ماتشد فطلع لي كلمه ايه؟ ماتشد. محمد مش ماتشد، قال لي نوت ماتشد. انور نوت ماتشد. طارق نوت ماتشد. محمد نوت ماتشد. طه نوت ماتشد. مصطفى نوت ماتشد. غاده ماتشد. سهى نوت ماتشد. عبد الحميد نوت ماتشد. فكل الفكره ان 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 بس الروج اكسبريشن بكتب تعبير ما ومفترض هو يماتش صح او ما يماتش صح. يعني مثلا هاخد مثال كده بسيط اخر واحد ونقول خلاص ماشي.